فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من يخاف على نفسه من الزنا لكنه عاجز عن الزواج عجزا ماليا، هل يجب عليه الزواج؟ لا، يجب عليه عاجز، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الصوم يزيل شدة الشهوة ويزيل خطر الوقوع في الزنا. نعم.